السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هادو كذبوا علينا والله ما اخي غنتيقوا بهم، والله العادي ما بينا وبينهم الشارع، والشارع راه دستوري صافي وفهمتيني، ووجدوا لنا شي حباسات اخرين وجدوهم، راه حنا موجودين ما عندناش مشكل، بنادم تيموت على بلادو ولا على ولادو. والله نرجع عليكم، راه ناكل او لا ناكل، بغينا المستوى يطلع والنيفو بغينا يطلع، لا من المهني ولا من المستغل، حنا راه تضررنا ونعاود نقولوها، الحق بينا الضرار، الحق بينا الضرار، قلنا ممكن هذه المؤسسات تجيب الربحه، ولكن عندنا اليقين الجازم ان المؤسسات عندها عمليه تسويف، راه تشوفوا الخطابات ديال الملك والعتابات ديالو للمسؤولين، الملك في واد وهاد المؤسسات في واد اخر. الي اخوان راه ناكل او لا ناكل، الله يرحم الوالدين، تا نعاودو نقولوها، وراه خص النيفو يطلع، اش تمن الخليه للقائد ولا البوليسي ولا اش هو جا دابا دق عليك الباب وعطاك القفه. جمعنا الله يرحم الوالدين، راه هضرنا ان النضال غيكون مستقبلي ان شاء الله تعالى. اليس الصبح بقريب؟ هاتني قدامنا ان شاء الله، غنديروا امور اداريه بلغ ديالنا، نحطوا الامن للولايه العماله بوكلي بركحل، وغنخرجوا غنحددوا فين غنخرجوا. صافي، اي واحد عنده شي سبرديله غامره يخرجها دابا. اي واحد عنده شي سبرديله غامره يخرجها. حنا ما بقاش عندنا الوجه كاع رجعوا عند ولادنا. راه ما بقيناش حنا رجال، حنا ولينا عيالات دابا، حنا ولينا عيالات. المصروف ما كاينش، يقول لك واجلس في دارك. كاينه. حتى اش غنجلس في داري؟ كاينه. واعطيني رزقي واعطيني حقي. واني اخوان راه تنهضروا هضره الرجوله والهضره الكرامه والهضره ديال الصمود. واللي ما عجباتوش هاد الهضره يمشي حداهم راه يجلس حداهم. بلا ما نبقاو نطبروا على بعضياتنا. يا سيدي ما بقيناش غندخلوا لهاد الديور. ماشي مشكل. جيبوا العسكر جيبوا البوليس النميه اللي بغى يكون كاع والفراده والشريف جالسين هنا وتنقولوا ناكل او لا ناكل. الخطاب قبل ما يكون المسؤولين يكون بيناتنا حنا هنا، واش حنا قد في المستوى باش نناضلوا؟ خلينا من الهضره الخاويه، الهضره ما عندي ما ندير بها، راه مشى داك الزمن قبل كوفيد ديال ضربني من هنا ومن هنا، اليوم ما بقاش داك الشيء. غتجيبوا الربحه غتجيبوا الربحه، ما غتجيبوهاش والله عمركم جبتوها. انا تهضر معكم هضره الرجوله. والله 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 ما جبتوا الربحه دابا لا عمركم جبتوها. وتحيه للاخوان. مشكورين على النضال ديالكم جميعا. غير هو راه حنا خصنا نغيروا الاستراتيجيه ديالنا، حنا غنطالبوا الاخوان ديالنا اللي في الهيئات النقابيه. راه إلا ما غيرناش من الاستراتيجية ديالنا راه غنبقاو نبيضالو في بلاصتنا 40 عام أخرى غنزيدوها. اللهم هاد الإخوان هادو كيعرفوا البيبان د الغرف، عارفين القوانين، عارفين الدساتير، عارفين كلشي، نتجهوا بطريقة قانونية نلتجهوا لها وناخذوا حقنا حتى حنا ونهضروا عليه في قبة البرلمان. ويكون تصويت واحد، يكون تصويت واحد على واحد السيد اللي غيهضر علينا، ونبداو بالمحلي ونكملوا على الصعيد الوطني. حيت إلا كان عندنا رئيس المجلس هنا مصوتين عليه مالين الطاكسيات ورئيس المجلس، واش غنستافدوا معاه ولا ما استافدوش؟ أمين واحد بلاصة كاملة، أمين واحد. علاش ما نكونوش حنا فتحنا في رؤساء المجالس؟ علاش ما نكونوش حنا أعضاء ديال البرلمان؟ علاش ما نكونوش مجلس مستشارين؟ أنا مش ما نكونش نبعدوا من المهنة كاع. حنا نمشيو بلا غير توجه كمواطنين ضروريين. كلام معقول هو هذا. صافي كفى من الريع، الريع منا حنا، كفى من الكذوب منا حنا. بارك علينا ما ندقوا البيبان وحنا عارفين مسودين، ماشي مسدودين، مسودين. وهذا الشيء راه ولا كيبان لنا قدامنا بالواضح دابا. كيكذب على أمة ديال عباد الله، ها هما في الاجتماع المركزية إذا بينا ألو ما كاين والو. هذا راه ظلم وهذا راه ماشي حقره وفتنا كل شيء. انا ما غنقولها لكمش بمصطلحات عربيه ولا بالفصحى، انا كنهضروا بالدارجه. السائقين مضرورين مقهورين، نقلبوا على البرلمان دابا، هذه هي الوجهه اللي ولات كتبان.